السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بغرير بطريقة نوعا ما مختلفة. فهذا بغرير بالبرتقال او بعصير البرتقال اللي كيجي رائع ولذيذ وهشيش، غادي تشوفوه معايا في الصورة. فإلا بغيتوا تعرفوا معايا المكونات وطريقة التحضير فما عليكم الا تتابعوا معايا الفيديو الى الاخير. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات فغادي تلقاوها كاملة في صندوق الوصف، أنا سجلتها ولكن ما تسجلاتش. فعندي هنا واحد البيضة، وعندي قشر ديال ليمونة برتقالة، فكنعود نذكر المقادير غتلقاوها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. كنضيف لها كأس من البرتقال، هنا عندي ملعقة صغيرة من خميرة فورية مع نصف ملعقة من الفانيليا وماء دافئ. عندنا كأس مملوء اللي يعني خليتهم كيختمروا قليلا حتى كيتفاعلوا مع بعضهم. ثم غادي نضيف الماء الدافئ بطبيعة الحال. هنا كملت ما سبق من الفاني، قبصة ملح، ثم كنضيف الكأس الثاني من الماء. والكأس الثالث. فهنا عملت 3 ديال الكؤوس ديال الماء الدافئ. عندي نصف كأس من الدقيق الأبيض. دائما سنعبره بالكأس ديال العنبة. ثم غنضيف 350 غرام من السميد الناعم. من بعد غادي نجيب الطراب الكهربائي. غادي نطربو جيدا. كنطربو جيدا حتى كنحصلو على واحد الفقاعات في الفوق ديال العجين. نطربه جيدا. ثم غادي نضيف واحد الخميرة كيماوية. نحاول نوزعها على الخليط. غادي نحاول ندخلها في العجين على هذا الشكل. انا كنطرب حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي هي يعني جانسه. ومباشره غادي ندوزوا لمرحله الطهي. بالنسبه لهذا البغرير هذا فما هو يعني ما كنخمروش، ففي البلاصه كنطيبوه. بالنسبة للمقلاة فأنا سخنتها قليلا ويعني وشللتها بالقليل من الماء، وكنوضعو واحد الكمية هكا على هذا الشكل. غادي نحطوها فوق النار، فغادي نخليكم مع مرحلة الطهي.
فانا الوقت اللي بديت كنطيب في البغرير فكتنتشر رائحه رائعه جدا ديال البرتقال وديال الكيس ديال الفاني، كيعطي واحد الرائحه جميله جدا. كما كتشوفوا معايا فصافي راه هي طابت تقريبا، غادي نحيدها من المقلاة وغادي ندير واحدة أخرى. بالنسبة للبغريرة اللي طيبتها من قبل فغادي نوريها لكم عن قرب، فكتجي هكا على هذا الشكل كلها هكا، يعني ناجح جدا وخفيف. بالنسبه لهذا البغرير هذا فهو كيتحمر من التحت، كيجي محمر يعني كيجي احمر من الاسفل لان فيه القليل من السكر ديال الفاني وفيه البيض وفيه الليمون، حتى هو كيعطي واحد اللون احمر وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه ونتمنى انكم تردوا لي في تعليقاتكم كيف ما دائما كتجربوا الوصفات ديالي، والحمد لله كتنجح معكم. وغادي نستمر حتى غادي نكمل الكمية اللي عندي من العجين كاملة. وهذا هو البغرير ديالي بعد ما كملت في الطياب، فهو كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين وهشيش وناجح يعني كما كتشوفوا راه كله هكا مخرج. ونتمنى ان هذه الوصفة هذه عفوا تنال الاعجاب ديالكم. وكنقدموه في واحد الصحن ديال التقديم كنوضع فيه القليل من العسل، تقدروا توضعوا فيه الزبدة على حسب الذوق كل واشنو كيبغي. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، ونتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، ولا عجبكم ما تساونيش من اللايكات ديالكم. والناس اللي كيزوروا القناة لاول مرة فما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.